السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للناس اللي امرك شدوا الفيديو ديالنا، طبعا كالعاده ما ينساوش الاشتراك في القناه والبطونه تحت الكره الحمراء، وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم ديما الجديد بخصوص القناه ان شاء الله، قناه عالم المشاريع. اذا الحمد لله دائما كنبغي نشارك معكم افكار ومشاريع اللي تعود عليكم بالنفع، يعني كل شيء يخرج واحد المشروع مستقل وما يبقاش خدام على الناس ويعيش الحريه الماليه لما لا. اذا اخوان فما تنساوش، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش خلينا واحد لايك باش يوصل الفيديو لاكبر عدد المشاهدين، وتشجعونا يعني ان شاء الله باش نستمروا في المزيد. اذا اللايك راه ما تخسر عليها والو، يعني هذه فقط للتشجيع لنا. اذا اخوان كما تشوف مقدمه ديال الفيديو، اليوم غادي تشوفوا معنا واحد الاله رائعه حتى هي، واله يعني مربحه اللي تقدر يعني تعول عليها كيف ما كنقولوا، وما تضيعوش الفرصه. كملوا الفيديو حتى الاخر باش ان شاء الله تشوفوا يعني معايا المزايا ديال هذه الاله هذه، وتشوفوا يعني مشروع باله واحده تقدر تخليك يعني غني على الخدمه مع الناس. الاخوان كما كتشوفوا هذه الاله دي راه كتخرج بزاف ديال الاكسسوارات يعني ديال الليزر. كما الاخوان نبداو بالثمن ديالها. هذه الاله ديال الاخوان كدير تقريبا 4700 دولار، عفوا يعني 4700 دولار يعني الثمن ديال هذه الاله هذه. وهذه الاله ديال الاخوان يعني رائعه اللي اسمها لازر بوكس، يعني كاين بزاف الناس غيقولوا لي في كتباع، راه كاينه موجوده حتى في المغرب، يعني راه نخلي لكم روابط ديال الشراء في صندوق الوصف، يعني هذا راه ماشي كترويج لهذ المواقع، ولكن فقط بالنسبه للناس اللي كيسقسوني في كيتباعوا هذه الالات هذه. وهذه الاله الاخوان راه يمكن تخرج بها بزاف ديال الاكسسوارات، يعني ديال سواء ديال دراجي سواء ديال الاكسسوارات ديال المنزل الى غير ذلك، فقط بآلة واحدة. يعني فقط الاخوان واحد السلبيات اللي في هذه الآلة هذه هو الريحة، يعني الجانب ديال الريحة خصك ديرها في شي بلاصة يعني بعيدة على مثلا على مكان العمل، يعني الـ يعني الـ الشامل، يعني ملي كيكون مثلا معك الاشخاص اولا في المنزل يعني في الشومبر ديالك، يعني خصك ديرها في واحد المطاع اللي كيكون بعيد، اولا خصك دوز لها واحد لاستالاسيون بسيط اولا حدا واحد النافذه الى غير ذلك باش ما تخليلكش الريحه في ذاك المحيط. اذا اخوان كما كتشوفوا هاد الاله هذه تقدروا تخرجوا بها بزاف ديال الاشياء كما كيبان لكم على الشاشه. يعني هاد الاله هذه بصراحه رائعه، وهذه راه اله غير صغيره، راه فيها حتى الالات الكبيره اللي يعني كيخدموا بها، يعني سواء الناس اللي عندهم المشاريع الكبرى. حنا دائما المشروع كيف ما كنقول لكم دائما، يعني بالنسبه كتكون يلا بادي ما يمكنش تشري الاله الكبيره، راه ضروري كدي الاله الصغيره حتى كتجرب يعني السوق كيفاش عامل، واش غادي يطلبوا لك هذا يعني هذا المنتوج هذا ولا لا. من بعد ملي كتشوف راسك يعني تطورتي وشفتي الناس يعني يعني عندهم الطلب على هذه المنتوجات هذه، فديك الساعه يعني يعني كتضطر انك تكبر المشروع ديالك ودير الاله يعني الكبيره ديالها. اذا كما كتشوفوا معايا الاخوان هذا اللازر بوكس يعني كتجي صغيره، يعني بالحجم تقريبا 60 سنتيم يعني، ولكن بصراحه رائعه الاخوان، ويعني ممكن تطبع فيها على الجلد على البلاستيك على على الخشب وعلى الاوراق الى غير ذلك على الثوب، يعني بزاف الحاجات ممكن ديرهم غير بآلة واحده الاخوان. والاكسسوارات الاخوان انا غادي تشوفوا معايا النماذج شنو ممكن تخرجوا بهاد الاله هذه، صراحه ممكن تخرج بها بزاف ديال الاشياء، يعني سواء يعني للتزيين وسواء يعني يعني الديكورات الى غير ذلك كما كتشوفوا معايا، يعني في هذا النماذج الاخوان بصراحه نماذج رائعه. وهاد النماذج هذه ممكن تقوم حتى يعني بالتسويق ديالها، يعني كيفاش غادي تقوم بالتسويق ديال هاد المنتوجات هذه، يعني هاد المنتوجات عفوا، يعني كتقوم بالترويج ديالها في المواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك كتقوم بواحد منصه الكترونيه اللي كتقوم بالعرض هاد المنتوجات ديالك وكتقوم بالبيع ديالها، وكذلك يعني عن طريق التجاره الالكترونيه الاخوان. كما كتعرفوا دابا كل شيء ولا في البيع يعني فقط عبر الانترنت الاخوان. وهاد النماذج هادو غتقولوا لي فين كاينين هاد النماذج هادو، ممكن نجيبوا هاد النماذج هادو اللي كنشوفوا، يعني هاد النماذج هادو ملي كتشري الاله راه كيعطيوك واحد لي تامبليت واحد النماذج الجاهزه كتستعن بهم بدما يعني تكون عندك واحد الحس الابداعي ودير واحد المنتوجات الاخرى. وكذلك ممكن تشري النماذج من عند اشخاص يعني اللي عندهم هاد الالات بحال هادو، يقدروا يبيعوا لك النماذج ولكن كتشريهم مره واحده وكتقد تستعملهم بحال مثلا النماذج ديال الاكسسوارات او النماذج ديال يعني الديكورات الى غير ذلك، راه كلشي موجود الاخوان. واذا كنت انت ديزاينر مصمم راه غادي دير تصميم ديال هذه الاشياء راسك، وكذلك حتى التروفي يعني ديال جوائز التكريم الى غير ذلك، هادشي هذا كامل كيكون يعني موجود الاخوان، يعني فقط انت خصك غير كما كنقولوا ديك الدفعه الاوليه
تقول لي بالنسبه للناس يعني اللي كي مثلا كيبغيو يشريو هاد الاله هذه ما عندهمش واحد يعني رصيد معرفي على هاد الاله هذه، راه حتى شي واحد من خلق المعلم، راه مثلا تقدر تمشي دير واحد التكوين بسيط مع شي مطبعه الى غير ذلك وتشوف الاله كيفاش كتخدم. ولا الحمد لله دابا كاين اليوتيوب، راه كلشي موجود، فقط ممكن يعني يكفي انك طابي غير السيري ديال هاد الاله هذه وكتشوف يعني كيفاش كتقوم هاد الاله هذه يعني بالطباعه على السيلوات الى غير ذلك، وكتشوف الباراميتراج ديالها يعني الاعدادات ديالها كيفاش كيقوموا بالاعدادات الى غير ذلك. الحمد لله دابا مع يعني مع التطور التكنولوجيا راه كلشي ولا موجود الاخوان، يعني ممكن دي فورماسيون اي اوتو فورماسيون راسك غير ما تعول على حتى شي حد الاخوان، تفهمنا؟ يعني هذا هو يعني المشروع المربح الاخوان. يعني دابا الحاجه ما بقاتش يعني خصك تضيع واحد المده كبيره باش تتعلم هاد الاله ديال الاخوان، الصراحه رائعه وممكن يعني وفوقاش كيكون الطلب عليها اكثر، وخصوصا يعني مثلا في الصيف يعني ملي كيكونوا يعني يعني ديك المواسم ديال الزفاف وكذلك الى غير ذلك، وكذلك يعني في نهايه السنه يعني الموسم يعني مثلا السنوي كيكون مثلا كيعملوا الشركات هذاك الديكورات او الجوائز يعني للعمال ديالهم سواء تروفيات الى غير ذلك. يعني وانت كتكون فاش مزيانه اخوان هذه الالادي يعني تقدر تخدم حتى مع الناس اللي كيقوموا باعاده البيع، مثلا مع الناس هما يجيبوا لك المارشي وانت فقط كتقوم غير بالخدمه، يعني ما كتتعاملش مع الكليان يعني النهائي، كي تكون عندك واحد الوسطاء اللي كيجيو عندك وكيعطيوك الشغل او المارشي وانت اللي كتخدم وكتعطيهم وهما اللي كيليفريو للكليان فينا. يعني هادوك حتى هما معاهم الربح. فاش مزيانين الاخوان هادوك كيعجبوا لك الكميه، يعني انت مع الكليان النهائي كتجيب كيتوك كميه وحده جوج، ولكن مع الكليان يعني الوسيط كيكونوا يعني عندك الكميات الكبيره، فهمنا الاخوان؟ اذا اخوان هذا هي طريقه العمل او خطه العمل لهذه الاله ديال لازر بوك. باقي ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الات اخرى، يعني باقي راه حنا كن في طور الانجاز ديال دراسه الجدوى ديالهم، والحمد لله يعني كل شيء كنفرح بزاف ملي كنشوف بزاف الاشخاص يعني كيديروا هذه المشاريع هذه وكيتوكلوا على الله، وراه الشهادات راه كيكونوا في التعاليق الاخوان، راه يكفي ان الواحد يتوكل على الله ويدير واحد الحاجه اللي ما يندمش عليها. وكذلك اخوان بالنسبه للناس اللي غادي يجيهم الثمن ديالها غالي، يعني راه كاين دابا بزاف ديال الجهات الداعمه للمشاريع مثلا بحال منصه فرصه المبادره الوطنيه الى غير ذلك، هادو كاملين الاخوان يعني ممكن تستعنوا بهم ودفع الطلب ديالك ودفع دراسه الجدوى لهذا المشروع هذا، وها انت يعني جبتي واحد الاله وربحتي اله وربحتي مشروع مستقل بذاتك. يعني هذا اول فيديو الاخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. كان معكم هشام الدمج مصمم مشاريع، باقي ان شاء الله نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله، وباقي يعني المشاريع مربحه اللي تعود عليكم منفع ويعني وكل شيء يعيش الحريه الماليه. نتلاقاو فيديو مقبل ان شاء الله، نهاركم مبروك، سلامه.